شكلك كده عايزة حاجة. عايزة أسألك سؤال. أول سؤال، هتسهرني فين النهاردة؟ إيه السؤال العبيط ده؟ الحتة اللي أنت عايزاها. وتاني سؤال، وده الأهم، هتاخدني فين this summer؟ This summer؟ إيش معنى this summer؟ It's gonna be our honeymoon. ده خليك أنا هفتح. ما احنا عايشين على طول في هانيمون. آسر، في حد عايزك. مين؟ عليا، انت فاهمة غلط. احنا مفيش اي حاجة بتحصل على فكرة، والله العظيم. عليا بصي، انا عارف ان انت بتفكري في ايه، عشان هو الموضوع شكله، والله العظيم احنا بس اصحاب. فاهمة غلط مين واصحاب مين؟ مش دي لسه كنت بتقولي انك بتكرهها وانها مقرفة ومش طايقة تبص في خليتها؟ عليا حبيبتي، ابعد عني، ابعد عني، ابعد عني خالص خالص يا آسر، خالص لو سمحت. عليا، عليا حبيبتي وبتجري وراها، وانت فاكرني ايه؟ بتضحك عليا، عايزني وعايزها في نفس الوقت؟ لا مش هقولها لك. لما تبقى جوزي يا يوسف. خلاص خلاص، ما تزعلش، خلاص. بحبك. ارتحت؟ لا مش هجاوبك على أسئلة تاني. ايه؟ ماشي يا سيدي، بحبك قد ما كنت بخاف منك. لا دلوقتي ما بقتش اخاف منك، بقيت اخاف عليك. والله يا يوسف ما فارق معايا لا عفش ولا مهر ولا الحاجات دي خالص. انا كل اللي فارق معايا انك تحبني قد ما بحبك، وانك تخاف عليا وتراعي ربنا فيا، انك تقول لي كلام حلو زي ده على طول. لا بقى مش هجاوبك على حاجه تاني. خلي جوزك يبص بره وعالجيه، يعني مثلا لو نكديه بطلي نكد، لو شكاكه روح عند دكتور نفساني يعالجي، ولو في حاجه في جسمك ناقصه مش باسطه جوزك دكاتره التجميل كتير. عليا ممكن وهي طمني عليا فين؟ انت ايه اللي جابك انت هنا؟ تمام اهلك يا سيف، مش وقت الكلام ده، ممكن تطمني على اختك لو سمحت؟ هي فين؟ اهدى شويه يا سيف، ابوس ايدك، اعصابي مش متحمله حاجه، اهدى شويه. يمشي. مش همشي يا مان، زي ما هي اختك هي مراتي على فكره. انت لسه فاكر انها مراتك دلوقتي؟ كان فين مراتك دي لما خدتها وديتها وكنت هتموتها؟ يا سيف مش وقته دلوقتي، سيف مش وقته خناق، يلا مش عارف اقف على رجلي، اقسم بالله هي فين؟ طمني عليها. ادعي لها يا ابني ويا ريت تمشي، محدش فينا طايق يبص في وشك بعد اللي عملته فيها. لو تكرمت امشي. يا ممكن انتوا فاهميني غلط والله العظيم، وانا مش همشي قبل ما اشوفها بعيني على فكره، انا مش هتحرك من هنا لو سمحت. ابنك هو السبب في حادثه البنت يا فاتن، ودي مش عمايل رجاله ابدا، دي عمايل عيال مش متربيه. ما تقولش عليه كده من فضلك. امال اقول عليه ايه؟ اللي سايب بيته ومراته وعايش مع واحده قاعد معاها ليل ونهار، عملت فيه المسكين عشان يعمل فيها كده يعني؟ دي حتى عاليه بنت زي النسمه. نسمه؟
نسبه ايه؟ انت اللي مش فاهم ولا عارف حاجه. ولا عارف ولا فاهم اي حاجه؟ ترضيها البنت من بناتك يحصل لها زي ما حصل لعاليا كده؟ بعد الشر عليهم ما تقولش كده. بصراحه يا جماعه انا عاليا صعبانه عليا قوي. وانت عملت ايه مع ادهم؟ اتفقتوا على كل حاجه وخلاص؟ الاستاذ بقى مستبيع على الاخر، هو موافق على الطلاق. كنت فاكره انه شريك اكتر من كده. اشتريها ازاي بعد ما قالت له في وشه انا عايز اتطلق منها؟ برضه يا صلاح. برضه ايه؟ قولي لي، اتفقتوا على كل حاجه عشان نخلص من الهم بتاعكوا ده؟ لا طبعا يا بابي، ما اتفقتش معاه على حاجه. بسلامته بقى مش عايز يطلق غير لما تنزله عن حضانه البنت. ما طبعا خايف ما تترباش كويس. تقصد ايه يعني؟ تقصد ان انا مش هعرف اربيها مثلا؟ طبعا مش هتعرفي تربيها. لا بقى، البنت هتتربى احسن تربيه. اديها له يا بنتي وخلينا بقى نشوف هيربيها ازاي ويستحملها ازاي. اديها له ما تخافيش. مفيش بنت تتربى بعيد عن امها. الله، مش هو اللي عاوزها؟ حتى لو هو عايز، ما ينفعش ابدا ان البنت تتربى بعيد عن امها. ولا ايه رايك انت يا هند؟ We need your help. محتاجين مساعدتك. ما انا قلت لكم قعدتوا تقولوا عندنا فنيين وعندنا مهندسين وعندنا خبراء. وانا عارف ان كل دول مش هيعرفوا يطلعوا مسخوط واحد. قولي له قولي له. You see, I told you. You said you had your own technical engineers and experts, but I knew none of them will put out a thing. Let's stick to what's important. What's your plan? خطتك ايه؟ طلع ناسك وادخل ناسي. هنطلعوا الحاجة. Take out your people and I will bring mine and they will take the thing out. How long is that gonna take you? هاخد وقت قد ايه؟ مش كتير. بس احنا لسه ما اتفقناش. Not too much, but we haven't agreed yet. Agreed on what? نسبتي. My percentage. يا ولدي مش هيشرح حاجة لو أجلنا الفرح شهر ولا اتنين. أما الفرح مش هيتأجل، فرح في ميعاده. أنا اديت الناس كلمة خلاص. يعني إيه؟ نعمل الفرح وأنت مش رايق ومش مبسوط؟ ما تشيليش همي. الحاجة الوحيدة اللي تخليني رايق ومبسوط هي ابتسامة نادية في الكوشة. الله يرحمك يا صالح. كأنه قاعد قدامي. كأنه هو اللي بيتكلم. كان يتبسط لو كل اللي حواليه مبسوطين. كان يشبع لما يوكل الفقير. كان يكسي اليتامى قبل ما يكسي عياله. روح يا ولدي، ربنا يرضى عنك ويرضيك وتكون سبب سعادنا وينصرك على من يعاديك. ها كلمت معاه؟ هو يعني ما قالكيش ولا جاب لي سيره اي حاجه؟ اتكلمت معاه. وقال لك ايه؟ رفض. رفض ليه؟ احنا مش اتفقنا ان انا هسيب كل حاجه؟ وامي كمان رفضت. رفضت ليه؟ روح اساليهم يا هدى. واسالهم ليه؟ ما تقول لي انت. لا انا بره. طلعيني بره جثه خلفتك دي خالص. ما خدش من وراها غير وجع الدماغ. انا كنت هخسر امي بسببك وابويا كمان. بيجي شاكك فيا، ما بقيش فاهم انا بدافع عنك كده ليه. يعني ايه؟ يعني خلاص انسى الموضوع ما فكرش فيه تاني؟ ايوه، نصيحه مني ليكي، عشان هما التنين لو حطوا يدهم في يد بعض وحطوك في دماغهم، قولي على نفسك الرحمن الرحيم. طه. ايه يا ولد، تستخبى مني ولا ايه؟ مرت عمي عامله ايه؟ ايه يا ولد، عامل عامله ولا ايه؟ عامله ايه بس؟ اسال روحك. انت تعرفي عنك ده برضو؟ انا اللي اعرفه عنك وعن تربيه الحاج صالح والحاجه صالحه ليك انك واد ابن حلال ومتربي ببيت ناس اصله، بس طلع كل اللي فاكراه غلط.
ليه بس يا مرت عمي؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل انك طلعت تربيه شوارع. العيال اللي واقفين على النواصي دول احسن منك. ليه الغلط بس ده؟ الغلط بيجي من اللي بيغلطوا، وانت غلطت وغلط كبير. غلطت في الناس اللي بيتقال عليهم اهل بيتك. انا ما عملتش حاجه. انك تلوف على صفيه وتعشمها دي مش حاجه؟ انك تضايق اختها اللي بتحب اخوك وهما في اللفه دي مش حاجه؟ انك توقع بين اختين ما لهمش غير بعض دي مش حاجه؟ قسما عظما يا طه، لو هوبت ناحيه بناتي تاني لا تكون فضيحتك بجلاجل، مش في وسط امك واخواتك بس، لا في وسط البلد كلها. ماشي ماشي. ايه الرضا ده كله؟ هو انت لسه شفتي رضا؟ اخد النص التاني من المبلغ وهصيغك من ساسك لراسك. دي الارض بينها هتطلع قماش. قصدك هتطلع دهب؟ دهب عمر ما مخلوق شافه. دي ارض السعد بقى. ارض السعد يا وش السعد والهنا. هتلر وبعدين بقى. يا ودود الهنا مشتاق لك انا. الكلام اللي سمعته ده صح؟ عايزه تمشي؟ اه يا زين، كنت عايزه امشي. طب ده انا اسميها ايه دي؟ ملهاش معنى غير انها قله اصل. عايزة تسيب جوزك في ظروف زي دي وتمشي؟ جوزي ما ادانيش فرصة ان انا اقف جنبه في ظروف زي دي. ده اسمها جوزي بعدني عن المشاكل عشان مش عايز يعكنن عليا. اشغل لي بشكلك، اتعبني وضايقني بس ما تسيبنيش كده لوحدي مش فاهمة حاجة. انا غلطانة عايز اريحك ومش عايز اشغلك بمشاكلي. انت هتريحني لما ما تسيبنيش لوحدي مش فاهمة حاجة. هتريحني لما ما احسش طول الوقت انك غامض ومريب ومخبي عني حاجات انا ما اعرفهاش. الله يهديك يا فاروز، انا مش متحمل الكلام ده دلوقتي. انا في ايه ولا في ايه؟ الست العاقلة اللي تستحمل جوزها في الظروف دي. الحياة يوم حلو ويوم مر، وانت شفت معايا الحلو استحمل شوية مر. العواد دي ابو يزعل. ما تخافش مش هنقول. وانا خاف من ايه عاد؟ وانت تداري عليه ليه؟ عشان لا يزعل مني ولا منك. يزعل مني انا ليه؟ يزعل منك انت. احنا هنضيع الوقت في المكان الجميل ده عشان مين زعل ومين ما زعلش. بس تصدق عندك حق تبقى هنا. المكان ملوكي. ما برتاحش غير هنا. شكلك راجل رومانسي. رومانسي كيف يعني؟ طب ده انا حتى اسمي مسعد. وماله مسعد؟ ده مسعد ده من الساعة عمرك حبيت؟ حبيت طبعا. مين؟ نفسي. حبيتش غير نفسي، وعمري ما حبيت غير نفسي. ده مش حب، دي أنانية. ما دام مريحاني المشكلة. يعني عمر ما واحدة كده شغلتك وكلت دماغك يعني؟ ما بديش لحد فرصة. هما بيعرفوني الغرض واحد بس، وأنا كمان بعرفهم الغرض واحد. طب الغرض الأول وعرفني، الغرض التاني ده إيه؟ الفلوس. هما بيعرفوني عشان فلوسي، وأنا بعرفهم عشان أتبسط. واللي يضحكك انهم بيتضايقوا، بيقول ما بتبصش ليها على عجلنا وقلبنا. دي لمؤاخذه نسوان واطيه قوي. وقلت لهم ايه؟ بقول لهم ان ما تبصش غير على محفظتي، ما بصش غير على جسمي. طب واللي تبص على قلبك؟ ما قبلتهاش، ولو كنت قبلتها اكيد ما ادتلهاش فرصه. هندي عمرك حبيتي؟ وما تقولي ليش ابويا عشان مش هصدقك.
أنا لحد دلوقتي عمري ما حبيت، بس شكلي كده حاب. مين يا ولية؟ يا ولدي أنت من الصعيد، إلكم عاداتكم ودجالتكم اللي الزمن ما قدر يغيرها، صح؟ صح. كمل يا عمي. إحنا كمان لينا عاداتنا وتجالدنا، نجوز بناتنا من عنا، الكلام هذا في شيء زعل؟ أيوه في شيء زعل. ليش يا حد الظابط؟ أقول لك ليش؟ عشان في عادات وتجاليد ضد الشرع اللي ربنا محلله يا عم الشيخ. زي الطار عندنا لما بناخده بيدنا وفي حكومة وبوليس ونيابة، نبقى ضد الشرع ونبقى عبيد للتجاليد دي. وأنا جاي أخبط على بابك تردني؟ بص يا عم الشيخ، الواحد مننا لما دمه بيسيح على الرملة عشان خاطر بلدنا ما بيفرقش ده دم مسلم ولا مسيحي ولا صعيدي ولا من بحري ولا سيناوي حتى، صح يا عم الشيخ؟ صح يا ولدي. طيب اديني مهلة أفكر واسأل عنك وشور. حقك يا عمي، عن إذنك. تفضل يا ولدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المعلم إبراهيم ومراته وعياله وعيال عياله وحجة أنيسة وعيالها وعيال عيالها ونسوان عيالها والمقدس بطرس وعيلته، مرته وعياله وعيال عياله ونسوان عياله كمان. ها نسيتي ياما صاحب الكشك اللي قدام البيت. ياما احنا جديد دخلنا فوق الألف نفر. و يا بنت دول ناسك أهلك وعزوتك. زي ما انت يا عروسة، خلي بيتك اللي حطه في راسك ده. ده هزيت أملة. أملة؟ ازيك يا أم؟ إن شاء الله تسلم وتعيش يا ولدي. دول 40,000 جنيه. واه؟ تعيه دول يا ولدي؟ عايزك تزود الوكل، عايز الفقير ياكل قبل الغني والصغير ياكل قبل الكبير. ربنا يخليك يا ولدي ويكفيك شر ولاد الحرام قادر يا كريم. ربنا يخليك يا أم. دول 20,000 جنيه، أي حاجة ناقصاك أي حاجة بتحلم بيها تجيبيها على طول. هي أنا؟ أمال إيه؟ بس أنا مش ناقصني حاجة يا أخويا. عايزك تجيب أحمر وأخضر تتدلع للواد ولا ناوية تنكد عليه عيشته؟ هتلبسي له كلسون ولا هتعمل إيه عايزة؟ ربنا يخليك لي يا أخوي، يا أخويا وأبويا وسندي في الدنيا دي. البت عينها في الفلوس وتقول لا. قلت لي دول كام يا أخويا؟ الواد طه فين؟ بيطمن على الصوان برا يا حبيبي. إن شاء الله تبقى ليلة من ألف ليلة وليلة. كانت ناقصة الحج صالح دي يوم الله يرحمه. تعيش يا ولدي. روحوا طلبة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت ليه ما وافقتش وقلت له هتسأل عليه؟ في مشكلة مع منصور؟ يا بنتي هذا جواز، واني لازم اشير اخواتك اللي مسافرين واسال عنه. تسال على ايه يا ابويا؟ اسال عن اهله وعن ناسه. مستغربه قوي يا ابويا. وليش مستغربه؟ عشان انت طول حياتك بتقولي ان الرجوله مواقف، ووقفه منصور في الحريقه كلها رجوله وشهامه، يعني ده اكيد هيحافظ عليا. ومين قال اصلا ان انا بحب ابن عمي وعايزه اتجوزه؟ ده زي اخويا. عموما اللي انت شايفه انا هعمله، بس يا ريت ما تنساش اللي ربيتني عليه طول حياتي. بعد اذنك. زين اتغير قوي يا ماما صالح. انا بقاش ينفع استنى هنا اكتر من كده. انا كرامتي فوق اي شيء. انا بقيتش عارفه اتعامل معاه. ولما تمشي هيكون هو ده الحل؟ هستنى لما اتاكد ان زين رجع زي الاول، إن أنا رجعت أهم حاجة في حياته وسر سعادته في دنيته. هتتأكدي وهتعرفي وهتندمي، والأيام هتثبت لك إنه ما كانش ينفع تسيبي زين في ظروف زي دي. أنا خايفة الأيام تثبت لي عكس كده. يا فيروز حرام عليكي، ده زين بيعشقك عشق. لا يا نادية، أنا ما بقتش حاسة إن ده زين اللي بيعشقني. تسيب أختك في أيام فرحها؟ أجل الكلام في الموضوع ده شوية عشان خاطر هني، وامسح دموعك كفاية القلوب بتبكي، خلينا نفرح شوية.
زين باشا. خير يا رضا. في واحد من المخبرين بتوعنا بيقول لي ان رجاله هتلر بتحفر في ارض في اخر البلد وجربوا يطلعوا الاثار اللي فيه. والله حلو الكلام ده. وهو اولاده بيروحوا الارض دي؟ لا هو بس وجليل. والارض دي ملكه؟ لا مش ملكه، مأجرها وطبعا كاتب عقد الايجار باسم واحد من رجالته. طب الله هدايا حلوه مننا لمباحث الاثار حبايبنا. يا محمد بيه عندي لك هديه محترمه. شفت اللي حصل لعليا؟ لا شفت. رحت لها المستشفى وما عرفتش اخش عليها اوضتها. مش متخيل ان انا اشوف عليا في الوضع ده. ربنا يصبرها ويصبر اهلها. ايه فكرتي؟ فكرت في ايه؟ في موضوعنا يعني؟ فكرت واخدت راي بابي ومامي. وصلتوا لايه؟ للاسف يا ادهم انا مش هينفع اسيب البنت. ده قرار نهائي؟ نهائي. وانا مش هطلق. As you like. بس على فكره قانونا البنت معايا. قانونا البنت معاكي؟ انت عارفه لو بنتي معايا واحده تانية كنت ممكن اطمن. انها معاكي انت بالذات مستحيل. ليه ان شاء الله؟ امنا الغوله ولا ايه؟ عارفة يا هند؟ انتي ست اتربت ان هي تاخد كل حاجة. المهم محدش يسبقها وياخدها. يوم ما اتجوزتيني اتجوزتيني بعيون صحابك مش بقلبك ولا عشان تبني بيت. يوم ما خلفنا خلفنا عشان تثبت لهم ان الجوازة دي ناجحة. انا وبنتي مش حاجات في الحياة عشان حد يملكها. وانا مش هستنى القدر يكتب لبنتي الفشل عشان ترجعي بعد كده وتقولي انك كنتي غلطانه وساعتها بنتي تكون راحت مني. فكري كويس يا هند انت عايزه تعملي ايه؟ لان بنتي انا مش هسيبها. خلاص خلاص يلا فتحي. هل ده انا؟ خلتني عروسه بجد يا فيروز. يا بنتي انت طول عمرك احلى عروسه من غير ميك اب ولا حاجه. طول عمرك زي القمر يا بنت عم من غير الاحمر ولا اخضر. سو كيوت. بقول لكم ايه، تحبوا احط لكم ميك اب بعديها؟ ليه يا اختي حطي لنفسك، احنا مش محتاجين. ماشي يا جميله جميلات. ان بقول لك ايه، الامور هدي بينك وبين زين شويه ولا؟ ارجوك يا ناديه بلاش السيره دي دلوقتي، خلينا مبسوطين النهارده. لا عشان خاطري صالحيه النهارده، مش عايزه فرحي يبقى دمه تقيل عشان خاطري. هو انتوا متخانقين لا سمح الله؟ شكلهم كده. خليكي في حالك يا ليلى، هو خلاف بسيط وهيروح لحاله. ما انت عارفه اخوكي ما بيقدرش ابدا على زعلي، كل ما بنتخانق كلها نص ساعه ويجي صالحني على طول. ربنا يخليكم لبعض يا رب. ايه انت لسه هتسبلي؟ يلا لسه ورانا بقى فستان وشعر وكل حاجه. يلا 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 عشان طيارة. بنت يا صفية هاتي لي صباع الروج بتاعك. مش قلتي مش عايزة؟ قلت لك هاتي، أنا حرة. هاتوا الحكومة. دخلت الأرض يا أبوي. يعني إيه؟ يعني اللي حصل. ومسكوا حد؟ الغفير يا ريس، وهو كده وكده مش فاهم حاجة. والحاجة اللي فيه؟ ما لحقناش نطلعوها. إيه؟ أنتوا جايين على أهم مقبرة لقيناها، وتقولوا ما عرفتوش تطلعوا اللي فيها؟ دي فيها كنوز يا حبش. ده أنا جابي كنوز تمنى. أنا هتلر وما أعرفش أحمي أرضي. أقول إيه للناس؟ إيه ده يابا؟ إيه اللي فيها موجود؟ هنتصرف ونطلعوه؟ هروح فين يعني؟ إيه ده المهم صحتك دلوقك؟ إخبارية بالصدفة.
وانا عارف مين اللي وراها. زين صالح القناوي مش ناوي يجيبها البر.